أطلقت مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة طبية مجانية بمركز القوسية بأسيوط، وتشمل القافلة الطبية عدة تخصصات وتقدم الكشف والأدوية بالمجان. في إطار الدور المجتمعي لمؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أطلقت المؤسسة قافلة طبية مجانية بمركز القوسية بأسيوط. القافلة الطبية تشمل تخصصات مختلفة منها الرمد والعظام والأطفال، كما تقدم الكشف والأدوية بالمجان وقياس النظرات الطبية والضغط والسكر. بنحب نيجي الأماكن البعيدة والنائية عشان نخدم الناس اللي محتاجة، الناس اللي فعلا محتاجة ان احنا ندعمها، يعني الناس اللي فعلا حالتها الايام دي بتبقى صعبة، فلازم حد يشجع الناس دي. احنا بنوفر للناس دي نظارات، بنوفر لها عمليات، وبنتابع معاها العمليات فيما بعد. الحقيقة لو تكلمنا على أهمية القوافل، فالقوافل دي ليها أهمية كبيرة جدا، خاصة في وسط موجة الغلاء اللي بتشهدها البلاد من ناحية ارتفاع أسعار الأدوية وارتفاع أسعار الأطباء وإقامات المستشفيات. فإحنا هنا المستوصف الحقيقة تقريبا إحنا شغلنا الشاغل هو القوافل، يعني تعودنا إحنا قائمين على القوافل، يعني كل أسبوع والتاني عندنا قافلة من جامعة الأزهر، من جامعة أسيوط، من على رأسهم طبعا راعي مصر هم اللي عودونا من الأول، تقريبا بيجون يمكن مرتين في الشهر. القافلة ضمت أيضا معملا للتحليل، حيث يتم تحويل الحالات العاجلة والحرجة إلى المستشفيات المركزية بأسيوط. أحسن كشف هنا وأحسن دكاترة هنا، دي ثالث مرة عمل نظارة واضحة علي، نظارة عملتها برا، وأحسن نظارة وأحسن دكاترة هنا منتزية. دكاترة كويسة، دكاترة محترمة بتراعي ربنا، حضرتك بيتابعوا مع المريض اللي كان عظام، اللي كان لمخذ رمد، تحاليل، اللي مخذ عمليات. التحالف الوطني حريص على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لمختلف الفئات.